مسمي نصلي على نبي الإنسانية، ده شريب حديثه اللي وصلي حماني من دنيا دنية. وغيب يا شمس عصاري وهل شمس الأنصاري، شايل في يده رايه الحج مرفرف في أعلى الصاري. ومدد مدد يا أنصاري، مدد مدد يا أنصاري. وشمس ده كان أبو حجاج، عاجل يجي محجاج وبالحج، واخته وابو غرجوا في امواج، سيل دم خربط عجل وطج. كم حج هو واخواته وامه وشلطه رمواته، وسعى يا شمس الخير ناسك لاجل اساسك يتماسك. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد انصاري. رمى حمله على الحي الجيوم، والحج يعلى ما يعلى عليه، كان واعي كنه عياجي اليوم، والحج يسعى المنسى عليه. بجد شمس مكان صالح وعيسعى دايما في الصالح، عمره ما سامح ولا صالح على دم ابوه اخته الجاري. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد يا انصاري. شويه هو ليه يشتغل مع حد زي سامح شتاوي ده؟ يشوف النوم عاد شدد العربال الجديد مسيرة ترخي. قلت كده قبلك يا باشا، بس مفيش فايده، بيشد اكتر. كنت فاكر انه هيجيب الدراوي كيف ما قال لي. اللي بيعمله ده جديد علي، ما شفتوش مع غراب اللي كان جنبيه. الله يمسيه بالخير، كان يحب يحفظ البلاغات. اوجانا اللي بيطلع الحفظ ده قصره. روح نام ولا اشوف لك حته نام فيها. مقدرش يا باشا، لازم نستنى باقي الدوريات تتعاود وتديني التمام. كل نص ساعة بيمر من نفس المكان. فكر فيها كبير. نقفل عليهم الطريق وهم راجعين. تقصد بعد ما يخلصوا يعودوا يلقوا الطريق مقفول؟ اها. عين عليك يا كبير. عين عليك انت ابو جنى. نفذ. شر البجر عالمداود نفوه وزفوه بعار، ودي شمس الانصار عاود يدوج نار وسعار. بطايقكم
وطيقكم. وطيقكم دي هتفضلي معاي، اكتب لكم وتعيشوا، ولو عودتم تاني هنا ها هرجعكم جتت للي بعدكم. وقولوا له، قولوا له ان الجبل ده ملك الدراوي. ملك مين؟ الدراوي. وقولوا له انه اي حد بيدخل الجبل ده بيخرجش منه. اصحى يا احمد اصحى. خير؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير. انت كمان في دوري ما رجعتش لغايه دلوقتي. ما رجعتش؟ ما رجعتش كيف يعني؟ انت بتسالني؟ يلا جهز جوه عشان نروح نتنقل ندور عليها. هكون بسبب نومك. يعني جبتهم من غير طلقه واحده؟ وده يخليه يفهم، ولازما يفهم ويتاكد ان احنا ممكن نقتل اللي احنا عايزينه واي عدد. لازم نقلقه، نخليه يعيش في قلق. ايه دي من غير قتل؟ ايوه يا قوصي. استنى يا قوصي، قول لي يا شمس. ايه اللي هيفيدنا لما هو دي الكلب ده يقلق؟ اقول لك، لما يقلق ما يعرفش يفكر، هيقدم رجل ويأخر التانية، والتفكير اللي هيفكر فيه هيرجع عنه ويرجع يفكر ويفكر لحد ما مخه يتخربط. هو احنا ما هنخلصش من الخيبة دي عاد؟ بتتكلم عدل يا بنت زكية. بيت؟ ايوة صح، ما انا لسه بيت بنوت. اقفلي خشمك جبريل ابنك. تخيدك يا عزيزة. صبرني يا رب. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. الكلمة دي تبطلها خالص يا نادي. ليه؟ اتخرصت ولا اتقطع لساني؟ حد عارف هيعمل فيكم ايه؟ مش يمكن يقطعهولك؟ هو مين يا بنت الكلاب؟ شمس وتحجاج الانصاري رجع ياخد ابطاره منكم يا عيلة مدسر. ياخد ابطاره منهم؟ ابو الفضل وولده اللي عايز يورثه. حد ينسى الافتراء بتاعكم على الخلق؟ احنا سياد الخلق. والاسياد جالهم اللي يكسرهم. شمس رجع ياخد ابطار الكل. تصدقي يا بنت الكلب انت خساره في جتتك الهدمه اللي بتسترك، وتحرم عليا النومه جارك. يا ساتر، نفسك تقيل قوي. ربي ينصرك عليهم يا شمس. البلد كلها ملهاش سيره غيره. ولسه الناس ياما تحكي عن شمس وعمايله. انا بكلمك على الدراوي. دراوي ووصيته بتقطع عن الصعيد كله. الحريم في السوق ما عندهاش غير الرط وما جاي في سيرة الناس. انا ما عايزكيش تنزل السوق كتير. ما تبعت الواد مبروك الغفير وتقعد يا ست البيت معززه مكرمه. حياه النبي لا يا نزيه، او منها بقضي وقت وانت في شغلك وحالك، ومنها بعرف اخبار البلد عشان شمس. كل يا نزيه، كل يا حبيبي. اتفضل يا سيدي اتفضل. سلم لي على ابوك يا ولد. كوباية سادة يا علي. علي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كافها يا عين صاد. خير يا مضرعن؟ خير. تايه ولا رجلك حدفتك على هنا؟ في حد برضك يتوه عن ضراو؟
والخير اللي موجود في السوق ده محسودين، الجمال محسودة. صدق بالله الجبل يبقى واقف على ركبه فجأة يتقلب على ديله وهو واقف. العين فلجت الحجر، العين فلجت الحجر. انبخروه ايه؟ عايز تمخروه ولا تبخرنا احنا نفر من الدنيا؟ وبعدين السوق ده حيكفيه بخور منين يا مدران؟ اهو حديث يا جنابك. حديد ايه؟ ايوه حديد. ايوه حديد. طب بقول لك انت يعني زي الحاله كده يعني ها؟ ولا في قلب عنديك؟ محبه. الزياره دي زياره محبه. محبه وهتسبقني ميتة. ولا انت ولا دماغك دي فيها مجاري رايحه يمين وشمال، ما حدش يعرفها غير بوليعه. واو، يمكن جنابك يعني تكون محتاج حاجه. معيسي حاجه. وبعدين ما خايفش من ناجح بيه انه يدور عليه ويفضل يدور. لما ما يلتقاكش يقلق عليك. قول يا بتاع المداري قول. طب خوه تعال اروش اللي بظهر هنا ارجال. تهتو يعني ايه؟ وانتو شوية عيال؟ يا سامح باشا نفهم الاول ايه اللي حصل. مطريد الجبل هجمونا وكتفونا وحرقوا العربية. يعني ايه؟ كانوا سقعانين عايزين يتدفوا ولعوا في العربية؟ ما تتكلم يا ابني انت وهو. ضربوا بعد جواب قول لجنابك لمؤاخذة في الكلمة، ارجع باشا مطرح ما جيت علشان الجبل كله ملكه واللي هيخش ما يطلعش منه. نحرق الجبل والصعيد كله. هدي خلقك يا سامح بيه. الدوريات بعد كده تتحرك بتسليح كامل وبدل العربية يبقوا اتنين. الرسالة اللي بعتها الضراوي دي معناها انه بدأ يخاف، واللي يخاف بيغلط يا باشا، وده اللي احنا عايزينه. وانا بقى اللي هزقه عشان يغلط. قلت تكلني يومين لغاية ما نخلص من حكاية اللي اسمه شمس دي. لو شفته حقتله. وانا كنت هلعب معاه يا انا قلت هخلص منه. ولغاية ما نخلص منه افضل انا محبوس، مش حتة عيل هيحبسني يا حاج. عيل ليه؟ سنة مخاطط وفاكر نفسه راجل وبيبي كيف ولاد الليل. يبقى نعامله كيف ما بنعامل ولاد الليل. اقتلوا يا عوار اقتلوا وغور من وشي. استنى ما تطلعش من البيت الا ومعاه غفا. ما حدش يقدر يجرب من عواد ابو الفضل مدسر. ناقص كل ما يجي يخش اوضته ياخد منك الاذن. وهي الاوضه ليها عزا عنده غير النوم وبس؟ هو انا كل ما اجي تسمعيني كلام ملوش عزا؟ لولا امك موصاني عليكي قبل ما تموت. يا ريتني كنت مت معاها ولا كنت شفت الذل اللي انا عايشه فيه. الذل؟ يا ريت كل اللي تتجوز تشوف الذل ده. كل اللي تتجوز، انما اللي زي حالاتي لا هيك دي ولا هيك دي. قصدك ايه يا عزيزه؟ قصدك انك لسه بت؟ واه، بقول لك يا خاله الاوضه ملهاش عزا عنده غير للنوم وبس. ما فهمتيش ولا ايه؟ سلامتك يا بيه. شكرين. جو يا صالح بيه. هتعرف تسلم لنا على العمده ولا يعني ما شفتنيش؟ الله عليك يا بيه، دمك خفيف قوي. ربنا يجعله عامر. مش ده عواد ولد ابو الفضل ولا لا؟ يا بيه هو ماشي متكات قوي من ساعة مراكبه اللي اتحرقت دي اللي كان بيخبص فيها وهو متكات قوي يا بيه.
ومشي غفر معاه لي، ما عرفش الطريق اللي رايحه ولا لا. اهو تلاقي ابوه خايف عليها ولده من اللي يحرق محرقينه شمس الانصاري ده. سمعت عنه يا؟ لا بس كل اللي سمعته انه يعني جاي بيدور على قاره، بس من مين يعني ما خبرش، ما عرفش. انت عارف لا بيه؟ محدش يعرف. واهو عمال يسرق ويحرق. بدران اسمك بدران يا بيه؟ بس غطى وانت نايم. وانا كل ما اطردك يا باغلي تعاود تاني. عاوز تعب وشقاي موسم بحاله شغال في ارضك. ارضي؟ ما خلاص غارت من خلقتك العفش. روح خد حقك من اللي خد الارض. ماليش صالح بمين خد الارض، انا اشتغلت عندك وعايز حق منك. كسر حقك يا واد المحروق. غور قبل ما ادفنك مطرحك. غور انا جاهز ابو طالب بيه نسدد ثمن البهائم اللي اتسرقت حتى لو مليون جنيه. مليون ايه يا ناجح؟ فكرك احنا نبص كده؟ المهم شمس ده لازم تخلص منيه. اللي كيف شمس خطر عليك. كيف ده جاني من السماء؟ قال له بعد عنا ابو الفضل وشكاويه اللي هارني بيه من يوم ما مسكت العموديه. ما هي العموديه اها بتتهز من واحد كيف شمس؟ شمس ده ثمنه عندي طلقه، همله دلوقتي ركك بس نعرف مين اللي بيحركه وجايب قوته منين. شمس ده هيبقى له عازه. لو عبد القادر الدراوي ما عرفش يحمي الابعاديه اللي عايش فيها من كلب زي الشتاوي يبقى ملوش حق يعيش فيها دقيقه. لا عاش ولا كان يا كبير. الناس بتقول عليه انه ظابط خايب وان الضراوي حرق له قلبه لما حرق له عربيته. دول بيتحدثوا عنك انت يا شمس. وانا ايه وانت ايه؟ ها؟ انا ايه وانت ايه؟ انا منك من دراعك انا ولدك، يعني اللي يمسك يمسني. انت ابوي، انت ابوي اللي مخلفنيش. قول لا تعال خدني يا ولد. تعال بكفاك عاد يا شمس، خلتنا نبكي. قول الكبير ما تقوليش انا. قول لي يا ولد. نو عليه الليلة. عهدت نفسك صادق النقب جنب الضعيف ضد القوي، والمظلوم ضد الظالم، والحق يبقى قانون. اللي يسرق يتسرق منه، واللي يقتل يتقتل. مش عايهنا لبال ولا ما أخذ بتار.
جوزك العويل فين يا وليه؟ جوزك العويل فين؟ انطقي. انا حرفع يدي ولو صرختي هحش لك رقبتك. ما فاكرنيش يا شمس، انا عزيزة. ابويا عويس كان غفير عند ابو الفضل، وامي زكية البشرية الست حليمة تعرفها زين. وايه اللي لهم الشام عن المغربي؟ وتجوزت النادي ده كيف وانت من البشرية؟ اللي زي ما تملكش تقولها، احنا نقول حاضر وبس. ماليش الحق اقول مين اتجوزوا ومين ما اتجوزوش، احنا ملكهم يا شمس، اشترونا. خلص وقولي لي العويل جوزك اللي غنيك فين؟ معرفش بيغور فين ومش عايز اعرف. ساره، مع اني كنت عازم نفسي عنديكم لاجل مكتله وعاود، بس الظاهر لسه لا عمر. طيب قولي له، قولي له شمس الانصار رجع لكم عائله متدسر لاجل ما يرفع ظلمكم عن الناس كيف ما ظلمتم ابوه. وقولي له الكلب ده يدفع أجرة الغلبان اللي واكل عرقه عيد القرشي. تعرف تقولي له كده؟ تعرف؟ لما تعرف الذل اللي أنا كنت عايشة فيه، لما تعرف الظلم اللي كل بيت في الخطارة شافه على يد الفجرة الكفرة دول، مش هتسأل لو كنت عارف أقول ولا لا. وانا جابني هنا غير الظلم. قولي له الكلب ده رجاله تاني لاش لي مربيه. زكية عزيزة، اتجوزها نادي متدسر واللي رماها الرمية دي؟ الظلم، الظلم مفهوش نجاوة يا أمه. أمه وأبوها ناس طيبين، ما توعاش ليهم انت يا شمس. الظلم دايما كده، ما يعرفش غير طريق الطيبين. ما قلت ليش يعني ايه اللي وداك عندهم؟ الظلم اللي شفناه عندهم، نادي متدسر عنده أجري بيغسل كلى لأمه، ما قدرش على تكاليف علاجها، الكافر واكل عليه عرق وشقاه. ربنا هينصرك على عدوينك طول ما انت بتدافع عن حقوق الغلابة والمساكين يا شمس. طيب وانت عايز ايه غير مساعدة عينك على علاج أمك ومصاريف أختك؟ ما عايز يكون ايدي بطالة يا بيه، عايز استرزق. طيب نشوف لك شغل معاي. انا من يدك دي ليدك دي، بس انا ما اعرفش غير في لائحه الارض. الارض كتير وعايز اللي يرعاها دي في جمل. لو كان مشيت الله نبتدي من بكره، وعلى جمك ومصاريف اختك هيكفل بيهم صالح بيها وجناوي. ربنا يبارك لك يا بيه ويبارك لصالح بيها وجناوي. سلام عليك. ربنا يبارك لكم. بفرح قوي لما بشوفك بتساعد الناس يا نزيه، بتفكرني بابويا الله يرحمه. الله يرحمه. تعيلوا فايمة، كنا صغيرين لما مات. من يوم أمي ما بطلتش تحكي عنه، كأنه شمس هو أبويا في كرم. نداق الظلم يا فايمة، عمره ما ينسى المظلوم اللي زيه، ولا لو ربنا اداله. وشمس عمره ما بينسى.
انسى كيف يا محروق انت؟ لساك عقلك جاموسة؟ ما قصديش يا كبير. ها؟ انا بس حبيت نفكر وجنابك. فاكر وما نسيش. فيه بضاعة جايالنا عن طريق البحر. طب والزفت اللي قطع علينا الطريق؟ انا قصدي يعني نشوف لنا سكة وياه عشان جرى ايه يا جوسي؟ ما تسيب الكبير يروق باله شوي. خلاص اهو انكتمت. اها البضاعة هتوصل شط البحر كمان يومين، وتاخد لها يومين في طريق الجبل. يبقى قدامنا 4 ايام. اللي مطمني ان البضاعة دي سلاح ما يتخربش من هوا الجبل. طب وهنعمل ايه يا كبير؟ شر علينا. انده لي حمادة. حاضر يا كبير. شكلك بتفكر في شمس. ولدي حمادة هيجيبهولي. شمس ولدي بيعرف كيف بفكر ويفهمني من غير حتى ما اتكلم. لما ابوك يتحدث معاه تقف مطرحك. انا ما عايش غير المراكب، ماليش صالح انا بتغليف وهباب. المراكب اتحرقت وانت عارف ليه. حشتني غيرها. مين اللي هيشيل لك غيرها؟ مصنع التغليف ده هيبقى اكبر مصنع في الصعيد. وايه ضمن لك ان اللي حرق لي المراكب ما يحرق ليش المصنع؟ يا بوي حكاية شمس وتحجاج لوجري بقت مصخ مصخة ولازم نقتله. لو غليت الأسعار تاني حقتلك. فاهم يا شمس؟ فاهم يا كبير؟ نعم. شمس الأنصار الحمد. مش لازم نخلص من سامح الشتاوي يا كبير، هيجي بداله 1000. يجي 1000 2000 هيكون مصيرهم كيف سامح الشتاوي الكلب. اها وليه ما دام عرفنا ديت ودلوك يا كبير؟ وبعدين مفاتيحه بقت معانا وعرفنا طريقته وعرفنا ازاي بيحاصر الجبل، يبقى نشق لنا طريق تاني. شرق الجبل بس كده. البضاعة ما هتوصلش في ميعادها، هتتأخر. تقلقش يا كبير، صالح أبو جناوي هيأمن البضاعة وهيخليها تعدي قدام عين الكبير والطويل والصغير والرفيع. ولا لا؟ مراوي مراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبتك خطبة النهاردة يا عمدة؟ انت تقول اللي انت عايزه يا مولانا، المهم يكون في مصلحة البلد، وانت عارف مصلحة البلد زين. وانا اقدر اقول الا اللي في صالح البلد وسياد البلد يا عمدة. بس يبقى قصر الخطبة حبتين، الناس كانت حتنام منك. دي خطبة من الجمعة للجمعة، وكيف ما بيقولوا الزن على الودان امر من السحر. سحرهم يا يافع، سحرهم يا اخويا. ربنا يخليك يا عمدة. الناس كلها بقت عاملة زي الاطرش في الزفة مستنين سحرك. وانا خايف سحرك ده يتقلب علينا. هو طول ما انت قاعد في الاسم بتاكل يا حضرة الظابط؟ ده حصة غدا يا باشا، ده انا نفسي اشوفك مرة واحدة بتاكل. طب كمل اكلك عشان ورانا شغل. والاستاذة سلمى. سلمى دي ايه؟ بتاع قضية المعنات اللي اتسرقت. البنت دي فاضية مراش حاجة غيرنا؟ كل شويه هتنطلنا ولا ايه؟ ما تروح تتجوز وتتلخم في اي مصيبه. على قولك والله يا باشا، هي كل شويه هتنطلنا. انا بقول تقابلها سعادتك. انا مش فاضلها يا احمد. ما هو يمكن لما تقابلها تطمن وتحل عن سمانه. طب خلص اكلك وندهلها، بس نبه عليها مفيش اي معلومات عن القضيه وما تلتش كتير عشان انا مش فاضلها. ولو تعرف تصرفها اصرفها يا باشا. فكرك يا صالح بيه شمس بيوزع لحم على الغلابه عشان ايه؟ انتوا الحكومة حاد وانت اضرب اللي بيحصل. انا عن نفسي ما سمعتش حكاية اللحمة دي،
إنما كل اللي أعرفه إنه شمس الأنصار راجع عشان خاطر ياخذ الطارة، يعني يبندق ويطخ، ولا لا؟ ده ما بيدورش على طار يا صالح بيه، ده بيدور على المريسة. السلام عليكم. أنت تاني. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه سلمى الشهاوي. طبعا طبعا يا مرحب. اتفضلي اتفضلي. ميرسي قوي. اهلا وسهلا. يا مرحب يا مرحب. ازاي حضرتك يا استاذ صالح؟ ايه استاذك دي مره واحده؟ ده الواحد تعب جو 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 عبال ما وصل للبهويه. الاستاذه دي لازم لها شهاده كاميره قوي يا ست الستات. اجله سكران سجارة. حلوة سكران سدية، الله يحفظك. الأستاذية ما تغلاش عليك يا صالح بيه. أنا أسفة بجد يا جماعة اتلخبطت، بس رئيس المباحث ده حاجة بجد في منتهى قلة الذوق. خبر يا صبري باشا. يا صبري باشا، هو ماشي يدور الغطاطة على الخلق. هو حضرتك كمان بتشتكي منه؟ لا، الناس يا ست الناس هي اللي بتشتكي. طب ما نقدم فيه شكوى وتبقى شكوى جماعية. الحقنا يا صالح بيه بتقول شكوى جماعية. بص يا ست الناس، الشكوى غير اللي احنا زله عندنا هنا في البلد، اللي عايز حاجة بياخدها بيده. طب والناس الغلابة بقى اللي ما بتعرفش تاخد حقها نعمل معاها ايه؟ يروحوا بقى للشمس دي اللي عامل فيها فرافيره. ده عايز لها قاعدة دي يا ست، والله عايز لها قاعدة يا ست الستات. هو شايف ان العمودية حقه، اتصرف معاه انت يا ناجح. ايه هتحايل عليه عاد عشان يبطل يكتب شكاوى فيه؟ لا، بس انت تعرف ازاي تكسره. ابو الفضل ده ما نويش يسكت. اطمن ابو طالب بيه، ابو الفضل مشغول ومدووش بالشمس الانصاري. بيعربت في الخطارة كيف ما هو عايز. وانت سايبه؟ عربته ليها فايدة، ولسبب قلت لجنابك ان شمس الانصاري ده هيبقى له 1000 فايدة. انت مش هتمشي يا واد عمي، انت هترمح رمح. اسمع كلام جناوي يا أسامة عاد، وما تتعبناش معاك. قوم. عايزينش نتأخر على الدكتور. قوم يا ولد، ما تحركش قلب أمك أكتر ما هو محروق. والشمس مهما تغيب عتعود، وشمس الانصاري معاود جاي فارد العود ومواعود، يسود وايام وتهاود ويروض الزمن الضاري. وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهل شمس الانصاري. ما
شمسي يصير صالح ويعيش وكانه ليه كاسمين واسمنا عايشه في الصالح ومدبرينها سوا ورسمين وده في دك هامد داري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويقلي شمس الأنصاري شمس ناسك عيحبوك على جد ما ترد حقوقهم ويوم ما تقتل كاتل ابوك واختك دماهم فعرجهم عتقول دخل طار وطاري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويقلي شمس الأنصاري